الأسبوع اللي فات انطلق برنامج مذيع العرب. بدأنا رحلة البحث عن مذيعين ومذيعات هيكسروا الدنيا. أول 20 مشترك قدموا أفضل ما عندهم أمام لجنة التحكيم. أهلا وسهلا بكم في الإذاعة المدرسية اليوم. إحنا النهاردة واقفين في أول حلقات برنامج مذيع العرب. 9 منهم اتميزوا وحصلوا على الميكروفون الأسود. أنا بعتبر إنك راح تكون من أوفر حظوظ إنك تاخد اللقب. عجبتني المسج بتاعتك. شابوبا. أما ممدوح وريم فمرورهم كان ليه وقع خاص. في سؤال بقى كل ستات مصر نفسها تسأله لك، خسيتي كده إزاي؟ بس. النتيجة كانت الميكروفون الفضي اللي أهلهم فورا للحلقات المباشرة. الليلة تحدي جديد، 20 مشترك جداد واللجنة ما بترحمش. بقت ساعة الصفر يا جماعة والتحدي الحقيقي هلأ ابتدى. دقايق وتنطلق الحلقة الثانية من برنامج مذيع العرب.